العربية ونبدأ من الوطن الكويتية اللي اهتمت بما يجري في سيناء تحديدا وأبرزت ما كتب على صفحات وبيانات من جانب القوات المسلحة المصرية. العنوان يقول قتلى وجرحى من الإرهابيين في عملية للقوات المصرية في العريش. الحديث عن مواصلة قوات الجيش والشرطة المصرية لعمليات تمشيط تحديدا في منطقة مزارع الزيتون اللي بتتخذها الجماعات الإرهابية كمواقع تمركز وانطلاق ليها لشن هجمات في شمال سيناء. مصادر أمنية أيضا قالت أن العشرات من العناصر الإرهابية سقطت بين قتيل وجريح جراء القصف الجوي اللي شنته القوات على هذه المواقع للتمركز داخل مزارع الزيتون. وأيضا المصادر أشارت أن هم عندهم عدة مخابئ أسمنتية بتشيدها هذه العناصر الإرهابية بالمنطقة للهروب من عمليات القصف الجوي، وزرعت بعض الألغام والعبوات الناسفة حول أماكن هذه التمركزات اللي بتمتد بعمق مزارع الزيتون. أيضا الوطن الكويتية تتحدث عن أنه هذه الجولة تعد من الجولات الأهم في المواجهات مع الجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة.